دي ايه يا شو؟ كرامة؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ صدقيني يا كرامة، أنا مش عايزة أكون سبب في أي حاجة توجعك. هو أنتي زعلانة إني حامل؟ أنتي خايفة مني؟ بتكرهيني؟ أنا عرفت من شرابية إن أنتي كنتي بتروحي الدكتور. بطلتي تروحي الدكتور من بعد ما اتجوزت خميس. ليه يا كرامة؟ هو أنتي بتتعالجي عشان نفسك ولا عشان أي حد تاني؟ هو أنتي مش عايزة ترجعي تتكلمي تاني؟ خلاص والله أنا بنت حلال مصفي إني أشوفك قبل ما أمشي. يا أهلا بمرات الغالي وأم أول حفيد هيفرح عيلتنا إن شاء الله. أهلا بيك. أنا شوق مرات الخال، فاكراني ولا نسيتيني؟ لا فاكراكي، إزيك؟ الحمد لله. بنت يا كرامة ينيلك، أنتي لسه يا بنت متكومة زي البقجة؟ ما وحشتكيش؟ مش عايزة تقومي تسلمي عليا وتاخديني في حضنك؟ هي خايبة كده هتفضل طول عمرها. طب أسيبكوا أنا بقى. لا تسيبينا، ده إيه؟ ده أنا جايلك مخصوص عايزاكي في كلام يخص. اقعدي. بس مش عايزاكي تجيبي سيرة إن أنا اللي قلتلك الكلام ده. أنا قصدي مصلحتك، ومش عايزاكي تترمي رمية المحروسة دي. انت عايزة تقولي ايه بالظبط؟ علشان ننجي مهاور من اللي هو فيه لازم نعرف الاسباب اللي وصلته لكده الاول. انا شخصيا عارف الاسباب، الهباب اللي بيبلبعه ده. الهباب ده نتيجة بس مش سبب. يعني ايه؟ حالة مغاوري مختلفة تماما عن حالة شادي، ولكن في النهاية الاتنين راحوا لحاجة واحدة. يا دكتورة، كل الطرق دلوقتي تؤدي الى الترامادول. يا حضرة الضابط بلاش يأس، زي ما نجحنا مع شادي ممكن قوي ننجح مع مغاوري كمان، بس بشرط. اللي هو لازم نلاقي له حلول على ارض الواقع، مش مجرد نقعد نقول كلام حلو وخلاص. يعني نحس بيه الاول، نسمعه ثانيا، ونساعده ثالثا. ونصدقه يا دكتور، مهم جدا نصدقه. مظبوط، نصدقه. وانت ياما برضه هيخيل عليك الشويتين بتوع الشوق دول. انت سألتني على اللي قالته وانا قلتلك. ايه اللي في دماغك يا حاجة؟ خالك وقع في خية البت دي ورجله غرزت في الطين ومصارينا مكشوفاله، وبجيتها الليلة وراها إنا ولازما اجيب اخرها. هو ده، احنا كده على الخط سوا. على العموم انا عممتها بكلمتين وسبتها تمشي. ماشي، فهمت انا وعرفت الباقي. زوز، على العموم هي حفرت الحفره الروحه وسهلتها علينا. تحت امرك يا فندينا. الحيه خرجت من الجهر، عايزك تلبد لشوق، تعرفي سكتها لحد فين واخرها ايه. عايز اوصل للخال يا زوز. تحت امرك يا فندينا. زوز. ايوه يا حاجه. شيع لي بجاشي. ايوه حاجه، بس بجاشي مشغول اليومين دول في موال الانتخابات. يخلص الموال ويجيني، قول له انت بس كده. تحت امرك يا حاج. بالاذن يا فندينا. مش عايز الاذى يطول الخال يا حاج. هو اللي اذى روحه لما مشي ورا مره. ده برضه الخال. وانت ابني افندينا، كبرنا وكبير السوق، وابو الحفيد اللي مستنياه العمر كله، ومش هسمح لأي حد إنه يطفي فرحتي حتى لو كان أخويا. يتوب علينا ربنا. هلا
وحبايبي أشكركم أشكركم. ومش معنى إن أنا نجحت في الانتخابات هبقى زي اللي قبل من النواب، لأ، أنا ما وعدتش وأخلف. عشان كده اللي عاوز أي خدمة يجيني فورا، اللي عنده أي معضلة أي حاجة أنا تحت أمره، أنا مكتبي مفتوح 24 ساعة في اليوم. وقابلوني بقاش المر. اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه بقاش المر. اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. وبحذر بحذر الأصابع اللي بتلعب في الخفاء، أنا هقطع الأصابع دي وأعملها سجق. أيوة، والكيف هيكون لكل قصدي الخير هيكون لكل واحد فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزع يا ولا خليتهم تبقى نجف. مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه مجاش المر اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. يعني ايه زغت منكو؟ انتوا ايه بهايم؟ يا كبير، دي لففتنا كعب داير، تنزل بالتاكسي وتركب تاكسي، واخرت المتمه لبست نقام وركبت ميكروباص وانتهت وسط الزحمه. نقام؟ لازم اعرف البنت اللي بتروح فين؟ وايه اللي بتعمله ده كله؟ عارف لو ما جبتوليش خبرها هجيب خبركم كلكم بساعه واحده. اسمع، مش لازم براء يعرف اللي حصل. الواد طايش ممكن يبوظلنا الليلة كلها. انت هتقولي ما انا عارف، اعتبره حصل يا كبير. وقلت لك 100 مرة ما تشغلش دماغك دي، قول من وشي. ماشي. ماشي يا مطر. إقام، أنا أنت كده بتلعبها على تقيل قوي. ماشي. ماشي ماشي. الحساب يجمع يا مطر، الحساب يجمع يا مرات ولادي الاتنين. انما انت عرفت ازاي يا باشا؟ خلينيش اغير رايي فيك يا خميس. خلاص دي حكايه، خلاص خلصت. خلصت ازاي؟ واللي في بطنها. الله، تعرفت دي كمان؟ بقى رايح تخون بنت يا خميس؟ بعقد عرفي تخلف عيل؟ ومن مين؟ من رمانة؟ انت يا باشا مزعلك الجوازة ولا مزعلك العيل؟ ما تنساش نفسك يا خميس. إذا كان على الجوازة عبارة أو ضاعت، كان على العيل هي نزلته، يبقى فين المشكل؟